انت مع السلام مع اسرائيل؟ تنحلوا كل المشاكل قبل. يعني اليوم كمان انه كثير واضح الموقف، ايه عندنا مشكله ترسيم الحدود، عندنا مشكله اللاجئين الفلسطينيين، وعندنا شيء بعد اهم هو الموارد الطبيعيه، المي والنفط والغاز. نعم. كلودين عون هي ما بتمانع انه الدوله اللبنانيه تعمل اتفاق سلام مع اسرائيل؟ ليش بدي مانع؟ انه اسرائيل عدو وهي اغتصبت ارض فلسطين وهي في قوانين لبنانيه هي تصنف كالعدو، هي كعدو. انا اول شيء بدافع عن مصالح بلدي لبنان. شو بس شو يعني شو يعني بنضل بحاله حرب يعني؟ ما بعرف ويروحوا كل تمويت كيف لا مش شو يعني مزبوط انه ما في خلاف عقائدي مع اسرائيل؟ كيف يعني خلاف عقائدي؟ انا ما عندي خلاف عقائدي مع حدا. سيد اللي عم بقول لك نحن عايشين بالتعدديه دينيه وثقافيه، ما عندي خلاف مع حدا، بس عندي الخلاف تبعي سياسي. نعم. عقائدي لا مش عقائدي، بس كيف بدي احمي عقائدي مصارف. اقصد يعني انه اليوم اسرائيل هي دوله عدوه عملت حروب على لبنان، احتلت لبنان واحتلت فلسطين. نعم. اوكي وبعدها عدو. هي تحتل مزارع عدو. شبعة والجولان عدو بعد ما تحل كل المشاكل شو انه ما فهمت المانيا بقيت عدو فرنسا بعد الحرب العالميه الثانيه. انا بدافع عن بلدي، بدافع عن سياده بلدي واستقلال بلدي، بتضامن مع الشعوب اكيد المضطهده، بتضامن معهم. بس اليوم نسال راي الفلسطينيين عن قضيتهم. شو رايهم؟ شو بقولوا لك؟ ما راح احكي عنهم، اساليهم عنهم، انا عم بحكي عن رايي. انت عم تقولي انه انا اليوم بتشوفيهم وبتحكي معهم. سوري بس مين الضحيه اليوم؟ اليوم نحن بال 2020 الشعب اللبناني